انا احب اليوم ملكه، لو تطلب مني والله احمد انا ابي ماكدونالدز من خفج وترجع، اذا انا احبها راح يكون الطلب هذا سهل. وإذا ما تحبها ما اذا ما تدخلون احبها لو معانا تقول لي ما تعالي ندخل بالقلم طايح فاضية بالارض إيه ما بي بيكون ثقيل علي. فهذا هسه نفس أمس الشيء. كان في حوار بينك، كان قاعد يقول لي بس أبغى منك طلب واحد، من أول ما تصحى من النوم إلى ما تنام يظلك مبتسمة، هذه بس طلباته يعني، بس ظلك مبتسمة. اي شوية جدية جدي هو فهذا ما يحب هذا الشيء، هذا ما يحب، يعني ما وانت شو يحب تحبين؟ مثلا